مراهق يقتل سائق سيارة أجرة بعد أن أخطأ الطريق. طالب أزيز ريتشاردسون سيارة أجرة في الثالثة صباحا من يوم الجمعة. وصل السائق فينيسنت داربينزو البالغ 47 عاما لكي يقل الرجل، وحسب ما أفاد أزيز فإن السائق لم يتبع إرشاداته عن الطريق، لذا أطلق النار على السائق مرتين في ظهره ورأسه، ثم سرق $500 من محفظة السائق وهرب. تتبعت الشرطة مصدر المكالمة التي قام بها أزيز لطلب السيارة، ووجدوه مختبئا بسقيفة أحد المنازل واعتقلوه. قال أزيز لصحفيين سألوا عن سبب قتله للسائق: إن هذا ما يفعله مع من لا يستمع للكلمة.